back to my channel. I hope you guys are all doing amazing. Hey guys, it's Rose. اهلا فيكم بفلوج جديد. اليوم بدنا نعمل هيك preparation و organization لمارش. بعرف انه I'm very late. اليوم 6 مارش. بس كنت كتير محمسة من قبل. بس مبارح شفت رفقاتي اكيد يعني. ورجعت هيك تحمست انه اوكي الحياة حلوة يعني مش لازم ضلني بتختي وعم بحضر كل الوقت. فا ايه حنعمل هيك كمان. I got كتير اخبار حلوة يلي هي انه اسبوع الجاي يعني من تنين للاحد الجايين هول كلن عطلة. فا yes thank you. I was really happy about that. ايه بس قبل ما نبلش اذا انتو عاملين سبسكرايب انتو بالامان I love you. واذا انتو مش عاملين سبسكرايب ليه؟ شو الإكسكيوز؟ شو العذر؟ ما في. فاعملوا سبسكرايب. كمان لايك ذا فيديو، كومنت، شير، اعملوا كل الأشياء تبع اليوتيوب. وياي، ليتس جيت ستارتد. الأقلام، هولي هن الأقلام يلي أنا حاستعملهم. سم بينكس، يلو، جرين، جراي، وبس. هولي كرمال بدي أعمل هيك شيء ورود ما بعرف شو، إذا كان جاي على بالي إنه أعملها أستريك. الاسنشلز هن قلم اسود مسطره محايه وقلم رصاص اذا اجى على بالي اعمل بالرصاص قبل ما اعمل بالاسود. وحاستعمل هول الاوراق الصغار كرمال طلبت هلا بلانر مثل هيك اجندا يعني كثير كثير بيرفكت لإلي. الانسرتد هون اتس كولد انفينيت بوسيبيليتيز بلانر. يعني شو يعني بالعربي؟ يعني في كتير اشياء تصير بلا حدود. ما بعرف شو الاشياء اللي ما بعرف شو هالكلمه possibilities يعني ما بعرف شو هي بالعربي. بس ايه حتكون يعني هيدي جمله كتير مفيده انه اشوفها كل يوم لما افتح البلانر. فهيدا الشيء جذبني لإله. كمان شكله من جوا كتير ظابط ويعني على قد اللي انا بحتاجه. قبل ما يجي حاستعمل هو لما يجي اكيد حعمل فيديو انه عليه وكيف حبلش فيه وهيك اشياء. لانه يعني اوكي وقفت اعمل فيديوهات عن بوليت جورنالينج بس انه هيك بعده قلبي بالاورجنايزيشن وبالبلاننج وهيك. بس مش انا بدي اعمل كل شيء لانه كتير بياخد وقت ويعني ما عادش حبه كتير ما بعرف. اول شيء بدي اعمله هو انه بدي ارسم لاي اوت يعني شكل الشهر كله كرمال لون اي ايام بدي اكون عم صور اي ايام بدي اكون عم بدرس عم بعمل اديتنج بلا بلا بلا. اوكي خلصت الخطوط وانا نسيت انه لازم وقف فكملتها كلها. اتس فاين نو بيج ديل. هلا بدنا نجيب اوكي بدي اجيب الجراي واخذ الميل التخينه واعمل هيك على الطرف كرمال حط رقم النهار. اوكي حطيتهم لكل الارقام. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اكتب من فوق خط كامل بالبينك هون كرمال لحظه شوي كرمال بدي اكتب عليه شو هو هيدا النهار يعني مثلا 1 هو ماندي بلا بلا بلا. اوكي لما نعمل هيك هلا شو حاعمل؟ في شوية طرف في شوية سبيس تحت فححط كي يعني المفتاح هيك بقولونا بالمدرسة انه هو المفتاح الخريطة مثلا هيك هو يعني مفتاح هيدي انه بقول انه البينك هو اللايت بينك هو ابلودينج داي شو اسمه الدارك بينك هو فيلمينج داي هيك حاعملها وفرجيكم. اوكي خلصتها. هولي هن
اول شيء عندي الاثنين والاربعاء والجمعه هن بوستينج دايز، يعني بنزل فلوج فيهم اثنين واربعاء وجمعه، وكمان بنفس هالنهار لانه انا بس مهمتي الاولى هي انه نزل ما بياخد كتير وقت، فشو هعمل كمان هعملهم editing days. يعني هلا مثلا اليوم هو السبت ماشي، هيدي الفلوج هي حتنزل الاربعاء وانا قبل عملت فلوج تبع التنين، فعندي وقت لاعمل فيهم editing. فاليوم اللي بنزل فيه انا فلوج بكون هو يوم الاساسي تبع الاديتنج للفلوج يلي مش للجاي اللي بعدها اللي بعدها، يعني عندي انا فلوج محضره قبل عطول. فيني اكيد اعمل اديتنج اي يوم بدي اياه بس مش مجبوره، اللي مجبوره فيه هو تنين واربعة وجمعه. كمان الثلاثة والخميس والاحد هن فيلمينج دايز، يعني هن الايام الاساسيه يلي بصور فيهم. بس كمان مره تانية اذا صاير اشياء بتنين واربعة وجمعة وسبت انا حاب بصورهم بصورهم، يعني ما عندي ماني مجبورة انه ما صور، بس هول الايام لازم صور فيهم. مش هعمل ولا ورود ولا شي كرمال ما انزع. اوكي هلأ على الورقة التانية بدي حط شو عندي اهداف، شو عندي goals لهيدا الشهر، شو بدي حقق. ايه انا كمان عم بكتب بالانجليزي كرمال ما بعرف اعمل calligraphy بالعربي، يعني ما بعرف خطط بالعربي، بس اكيد اكيد كتير حابة اتعلم. واذا بدكم بصير فيني اعمل ابديتس هون على الشانل، فيني انه انا اعمل لحظة فاين اللي زبطت كل هالوقت كنت خيفاني يوقع فانا قاعدة على الطرف اخ. فيني اعمل على الشانل يعني سيريز انا وعم بتعلم كيف انه خطط بالعربي، اذا انتو حابين هيدا الشيء اكيد بعمله. هي التايتل كتبته. هلأ بدي اقسم الجولز تبعولاتي، يعني عندي goals للشانل، عندي personal goals إلي لنفسي، وعندي goals للمدرسة، فحاكتبهم هلأ وبعدين بقلكن عنه. أوكي أهدافي لليوتيوب هن إنه نزل حسب البرنامج اللي عملته لحالي، وكمان اتعلم إشياء جديدة بالأديتينج بالمنتجة يعني وباليوتيوب يعني عامة. وكمان اخر شيء انه اكتب الشانل ديسكريبشن يلي هي بتكون انه اول ما تفوتوا على البيج تبع ماي شانل بيكون في شانل ديسكريبشن، انه بتقول مثل كانه بتلخص عن شو هي الشانل كرمال تقرروا اذا انتم بدكم تتابعوني ولا لا. هيدي انا بعدني ما عملتها من اول ما بلشت يوتيوب فاضيه، فلازم اعملها وكون يعني تكون بيرفكت. هيدول هن الثلاثه اهم شيء. فينا اعمل اشياء كتير اكيد، بس ححط ثلاثة كرمال انه ما اخزل حالي بعدين. واكبر ثلاثة اشياء بدي اعملهم على الصعيد الشخصي هيدا الشهر هو انه اقرأ كل يوم لثلاثين دقيقة، وكمان اتحرك كل يوم، يعني روح امشي او اعمل رياضة او شيء. وثالث شيء هو daily affirmations. شو يعني بالعربي؟ مثلا كل يوم لما في انه لما اطلع على المراية عم بحضر حالي لليوم او شيء، ما يكونوا أفكاري سلبيين عن حالي، مثلاً إنه أنا منيحة مع غيري، أنا حلوة. فيني أقول في الواحد يكون واثق إنه هو حلو بلا ما يكون مغرور مثلاً. كمان أنا واثقة بحالي، إذا بضلني بقول كل يوم كل يوم مثلاً أنا واثقة بحالي، أنا بقدر أعمل هيك، أنا قوية، أنا confident، أنا قلت confident من قبل، انا ذكيه، هيك اشياء يعني. انا بعرف نظم وقتي، اذا بقول هيك الصبح على طول كون ما بيجيني هيدا الوسواس انه لا انت كتير عم تضيع وقت، انت ما عم تعرفي تنظمي وقتك، انت حتفشلي، انت كذا انت كذا. فلما انتو تفكروا شو عم تحكوا حالكم بتعيدوا برمجه الدماغ كرمال يصير يشتغل لصالحكم، لانه كل شيء بتفكروه بيتحقق. انتو يعني انه مثلا انا خسرت بالحياة، هيدي مش حقيقة. انتو عطول بتربحوا بالحياة شو ما كان، بتربحوا اللي انتو بتكون اياه. مثلا انا اذا كل يوم بحس من جوا مثلا انه انا بشعة، انا ما حاعمل هيك، انا فاشلة بالمدرسة، انا علاماتي مش منيح، اذا هيك بضلني بقول انا عم بربح لانه انا عم بيكونوا علاماتي مش منيح وانا عم كون فاشلة وما عم كون
واثقه بحالي، لانه انا كل يوم عم اقول لحالي انه انا هيك. فاذا منشقلب البيس الاساس تبع الخراب اللي عم بيصير فينا، ساعتها منغير النتيجه اللي حتصير من بعد ما نعمل هول الخطوات اللي حيحسنوا حياتنا. هلا بعد في الجولز تبع المدرسه. اوكي، اكبر 3 اهداف للمدرسه تبعولي هن انه جيب ستريت ايز، يعني يكونوا علاماتي مسكرتهم كلهم هالشهر ان شاء الله. وكمان انه عطول عطول، يعني الحصه بتبلش 10 و10، فوت 10 و10، مش 10 و12 او 10 و11، على القد. كرمال عن جد عن جد معلماتنا كتير عم يتعبوا، ونحن لازم نحترم جهدهم وقديه هن عم بحضروا لنا. على القليلة ما عم نعمل شيء، بس عم نجي على الوقت، كيف كأنه كنا بالمدرسة منفوت من على الصف على الوقت. نفس الشيء لازم يكون عنا هيدي القوة انه نجبر حالنا خلص هلأ مدرسة، خلص البريك. وتالت شيء انه كل وظيفة بيعطوني اياها حلها، مش انه اذا ما بعرفها خلص ما ابعت شيء، ابعت يلي حاولته، ابعت انه انا ما عرفت، شوفي شو حليت، قليلي شو لازم صحح حتى صير اعرف. كرمال عن جد عن جد انا بقول يعني على الاكيد انه معلمتنا ما بيقولوا لنا لا اذا نحنا سالناهم يساعدونا، ما فينا نصدهم، لانه اذا صديناهم ما حدا بيستفيد، ولا هن بيستفيدوا من جهدهم، ما بيشوفوه فينا، ونحنا ما بنستفيد من مصاري اهلنا عم تنكب، وكمان نحنا الوقت اللي عم نضيعه بالمدرسه ما عم نستفيد منه، بنكون نحنا عم نضيع هيدا الوقت، مش عم نستثمره بشيء لحياتنا للمستقبل. حتى لو نحنا ما حنشتغل بالاشياء اللي عم نتعلمها، بس نحنا حنتعلم الصبر، حنتعلم التحليل، حنتعلم المسؤولية انه عم نبعت على الوقت. في كتير مهارات بالحياة بنتعلمها من المدرسة، ما خاصة بالاشياء اللي نحنا عم نحلها. فا ايه هيدا هي تاني بيج اللي حاستخدمها. بعد في بيج وحدة بس، ويلي هي انه habit tracker، ما بعرف شو هي بالعربي، لحظة لفكر. انه الاشياء اللي بعملها يومية بدي حط صح كل يوم انه انا عملتها. شو هني؟ لحظة بس حتى حط العنوان. اوكي، هيدا هو habit tracker. الاشياء اللي بدي اعملها، يلي بدي راقبها هيدا الشهر، هو انه اكل صحي كل يوم. مش ضروري يعني انه ما اكل سكر او هيك، بس اتبع القوانين اللي انا حطتها لحالي. ما بعدني ما كتير بحب احكي عنها علنا، بس بيني وبين حالي. تاني شي بدي ركز عليه هو انه نام نفس الساعة كل يوم، وفيق كمان نفس الساعة كل يوم. تالت شي هو انه اشرب مي على القليلة 8 كبايات كل يوم، كرمال انا عم يمرق ايام عم بنسى اشرب. رابع شيء القرايه مثل ما كتبت قبل. خامس شيء الحركه. وسادس شيء الديلي افيرميشن. اوكي، هي هون علقتهم على باب خزانتي من جوا كرمال ما في محل تاني احطهم عليه صراحه. في هون انا حاطه بيرسونال جروث تشارت، لان احنا بنفكر انه اذا بدنا نعمل شيء دغري حنكون هون حنتحسن فيه شوي شوي لنوصل لفوق، بس هو الحقيقه انه نحنا اكيد حنطلع، حيرجع يصير شيء ينزلنا، حنرجع نقوى ونطلع، ننزل ونطلع، ننزل ونطلع. بس اذا بتطلع على اخر نقطة هون وعلى اول نقطة، في فرق بيناتهم، كأنه نحنا عن جد طلعنا، لانه ما قلينا عن نقطة البداية. بدي اقولكم انه الهابت تراكر تبعي هو كل اسبوع، يعني كل اسبوع بعمل واحد جديد، لانه ما بعرف بحب غير الكوت وهيك، انه هيك بحس انه في شيء جديد هيدا الاسبوع. فا ايه حانهي الفلوج هون، لانه بعتقد انه كتير حطيت معلومات بهيدا الفيديو، ما بدي يضيعوا اذا بدي احط بعد اشي مثلا اكل وهيك، كرمال انه تظهروا من الفيديو مركزين على اللي انا قلتهم. بشوفكن بالفيديو الجاي.